بلدية تكريت مستمرة بحملاتها اليومية على كل القواطع داخل حدود بلدية تكريت، من ضمنها رفع الألقاب والنفايات بالإضافة إلى رفع التجاوزات، وكما قلناها سابقا أن عام 24 عام الخدمات عام بلدية تكريت سوف يكون إن شاء الله. نحن الآن في تقاطع المحكمة، وهو من التقاطعات المهمة الموجودة داخل مدينة تكريت والذي يشهد زخم مروري كبير جدا. سوف قامت بلدية تكريت بتوسعة هذا التقاطع بالإضافة إلى توسعة الأرصفة لكي يفك الاختناقات الموجودة.